اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عاملين ايه النهارده؟ معانا بنطلون وعايزين نعمله بازي يتلبس من فوق. طب ازاي يا منال هتعملي الحركه دي؟ هقول لكم دلوقتي. انا هاجي على الحجر بتاع البنطلون وهقصه كده اهو، هاخد من الناحيه دي شبر ومن الناحيه دي شبر، تمام كده اهو، تقريبا كده في معدل الشبر اهو. بصوا كده شبر، تمام كده. وهاجي طبعا على العروسة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده اهو، وهلبسها الايه الرجلين في الدراعات، تمام كده. وضحت الفكرة اهو. هاجي برضو على الرجل التانية والبسها لها في الدراع بتاعها اهو. هحاول اطلع الايد بتاعت العروسة من الدراع اهو، تمام كده. طبعا احنا هنتخيل بقى الجسم بتاعنا الكبير بقى، طبعا بادي كبير، بادي انسة كبيرة او مدام كبيرة زينا كده. انا لبسته دلوقتي لانه بصراحة عجبني الفكرة، حلوة وعجبتني، تمام كده اهو. ونزل الايه الظهر كده، هيبقى عامل من ورا عامل زي السبعة، ومن قدام برضو زي السبعة، وهتفرق مع الايه الشخص الكبير، تمام كده. هيبقى بالمنظر ده، شايفين العروسة هيبقى بالمنظر ده. طيب انا معايا بنطلون تاني وعايزه اعمله اهو. بصوا البنطلون اهو قدامنا، طبعا زي ما اتفقنا قلنا هناخد شبر، هقص من هنا الاوفر اهو، تمام كده اهو. الحرف بتاع المقص مش اهو، بصوا هقص من هنا الشبر بتاعنا ده اهو كده، خدت فيما يعادل شبر، تمام كده. هتقصي من البنطلون شبر، وهتاخدي من الناحية التانية شبر اهو، بصوا شبر من هنا وشبر من هنا، تمام كده. بقى عندي بادي من غير اي خياطات ولا اي حاجة، تمام كده. انا عندي الرجل اهي معمولة استك، وادي الرجل التانية معمولة استك. طيب هعمل ايه بقى؟ هلف البنطلون، هقلبه، تمام كده، وابدأ بقى ادخل دراعاتي اهو اهو، دراعي اهو في البنطلون في رجل البنطلون، والدراع التاني في الرجل التانية، تمام كده اهو. وعدي بقى الاستك بتاع القمر، تمام كده. هعدي استك القمر من ايه؟ من رقبتي، تمام كده اهو. عملت بادي ولا ما عملتش؟ بصوا شكل البادي اهو، بحاول اوريه لكم اهو. عملت بادي من بنطلون عندي قديم اهو. عملت ايه؟ قصيت الحجر بتاع البنطلون، قصيت من هنا شبر ومن هنا شبر، ولبست البادي بقى بالمنظر ده، شايفينه وواسع. وادي الاستك بتاع الحجر عملته اهو بالمنظر ده، وبصوا البادي في منتهى الجمال اهو، شايفين. وليه استك كمان اهو، ولو عايزه تطولي برضو شويه بس هيقصر من هنا. انما انت لو قصيتي شبر من الحجر، شبر من الناحيه دي وشبر من الناحيه دي، هتقدري بصوا ولا خيطت ولا عملت اي حاجه. يبقى من بنطلون تقدري تعملي بادي وبكم كمان، من غير اي خياطات ومن غير اي حاجه، هتعمليه في منتهى السهولة وهو. وشايفين الخياطات طبعا جاية وماشية مع بعضها بشكل حلو جدا. وادي البادي، وادي السبعة، عايزة اوريكم السبعة اللي انا قصتها اهي في منتهى الجمال اهو. وطبعا الكمام شكلها حلو جدا اهو، وواسع اهو، شايفين واسع جدا، والفكرة حلوة وسهلة وبسيطة ومن غير اي خياطة. مش هتحتاجي اي حاجة ولا اي حاجة تخيطيها، مجرد ان انتي هتفتحي شبر من هنا وشبر من هنا وتلبسيه، هيبقى سبعة من ورا وسبعة من قدام، والاستك بتاع القمر هيبقى بالمنظر ده. اتمنى الفكرة تعجبكم وتجربوها، واشوفكم بخير في الفيديو القادم. الى اللقاء، باي باي، سلام عليكم.